احنا رجاله بمهمه ان احنا نخش مناطق بؤر ارهابيه جديده، وان شاء الله على عهدنا ان احنا نجيب حق كل شهيد على ارض سيناء، ونمسح دمعه كل ام ونجيب حقهم ان شاء الله. اللهم اني احتسب هذا العمل عندك، واجعله اللهم لي في ميزان حسناتي، واجعله شاهدا لي، لا علي، اشهد ان لا اله الا الله، وان محمد رسول الله، جاهزين يا رجاله؟ مصر ولادة ومصر عندها نا مخلصين. الراجل ده اللي كان بيقول دعاء بهذا الشكل في سيناء استشهد بعد هذه الكلمات وبيدعي ربنا وكل جنوده معاه. اعتقد انه حقه علينا، حقه عليكم. بقول نطلع في الانتخابات علشان دول، عشان دول لازم نجيب حقهم. الشهداء الابرار لازم نجيب حقهم ونخلد اسمائهم ونرفع رايتهم. هو ده مين في مصر احسن من احمد شبراوي؟ مين في مصر احسن من احمد شرف احمد شبراوي؟ تعالوا نسمع مكالمه بين احمد شعراوي وبين ابنه الصغير احمد شبراوي وابنه وهو بيتكلم معاه. تعالوا نشوفه. بابا محبك كده. بكره كل سنة وانت طيب يا حبيبي، وان شاء الله لما اجي اعمل لك حفلة كبيرة خالص عشان نفرح كلنا ونقول كل سنة وانت طيب لعمر. ماشي، كل سنة وانت طيب يا بابا. ميرسي.